يقول: لقد حصل علي حادث حيث كنت أقود السيارة وصدمت في رجل أدى ذلك إلى وفاته، وطلب أهله الدية فدفعتها لهم. هل دفع الدية يكفي لأن تكون كفارة أم لا بد من صيام شهرين متتابعين؟ وإذا لم استطع الصيام هل أطعم 60 مسكينا؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الدية لا تكفي عن الكفارة، الدية إنما هي حق لأولياء القتيل، أما الكفارة فهي حق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يجب عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين. قال تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدق، إلى قوله تعالى في ختام الآية: فمن لم يستطع صيام شهرين متتابعين توبة من الله. أما الإطعام فليس فيها إطعام، أولا العتق إذا أمكن، فإن لم يمكن فإنك تصوم شهرين متتابعين.